السلام عليكم. نصر أدري وغليان في أرمينيا، هذه تفاصيل اتفاق قرباغ. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت قادة كل من أرمينيا وأذربيجان وروسيا فجر الثلاثاء التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في إقليم قرباغ بعد تحول شهر ونصف من المعارك، وسط احتمال في باكو بأن نصر وغليان في يرفان قد يطيح برئيس الوزراء نيكول باشينيان. وبعد الاتفاق أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه قوات حفظ السلام تابعة لها للانتشار في مناطق التماس بين قوات أدرية وأرمينية في قرباغ. وأشار الدفاع الروسي في بيانها فجر الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي بناء على الاتفاق الموقع بين أذربيجان وأرمينيا والذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويذكر البيان أن قوات حفظ السلام الروسية غادرت مطار اليونفاسك غربا على متن طائرة شحن روسية من طراز إيل 76. وأشار الوزير أن قوات حفظ السلام تتألف من 1960 جنديا و90 مدرعة و380 مركبة. وأوضح الدفاع الروسي أن قوات حفظ السلام التابعة لها ستنشئ نقاط مراقبة على طول خط التماس في قرباغ وممر لاتشين لمراقبة التزام الطرفين الأذربيجاني والأرميني بوقف إطلاق النار. ووصف باشينيان الاتفاق بأنه مؤلم دون تفاصيل تذكر، فيما أوضح الرئيس الأدري إلهان عليف أنه يقضي بانسحاب القوات الأرمينية حتى نهاية شهر الجاري وتسليم العديد من المحافظات المحتلة منذ نحو 3 عقود، فضلا عن تلك التي تم تحريرها خلال المعارك. وفي حديثه لعربي 21 قال رئيس تحرير وكالة ترند الأدرية للأنباء روف الحافظ أغلو إن بلاده ستستعيد السيادة تدريجيا على أراضيها في قرباغ والمناطق المحيطة بها مع انتشار لقوات حفظ السلام روسيا بمشاركة تركيا. ورجح حافظ أغلو أن انتشار تلك القوات سيكون تحديدا في خان كندي عاصمة قرباغ وبعض المناطق الحساسة ولا سيما لاتشين، وخاصة في الممر الواقع فيها والفاصل بين أرمينيا وقرباغ بعرض 5 كيلومترات. وأضاف جميع المدن الأخرى ستكون تحت السيطرة الكاملة للقوات الأدرية لأن الأرمن سينسحبون بشكل كامل تدريجيا حتى نهاية هذا الشهر. وبشأن مدينة شوشة الأكثر أهمية استراتيجيا في قرباغ والتي تمكنت أذربيجان من السيطرة عليها بشكل كامل خلال الساعات الماضية، قال حافظ أولو شوشة انتهى أمرها ولن تضم أي قوات حفظ السلام، فهي قلب قرباغ ولن تكون فيها إلا القوات الأدرية. أهم بنود الاتفاق. وتابع بأن أهم بنود الاتفاق تتعلق بعودة النازحين الأدريين إلى أراضيهم، مقدر عددهم بنحو 1 مليون شخص، ما سيعزز سيادة باكو على أراضيها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتداولت منصات مختصة ما قالت إنها الخريطة المتوقعة لترتيب الانسحاب الأرميني وانتشار قوات حفظ السلام. وتناقلت وسائل الإعلام وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لتوجيه قوات الروسية إلى قرباغ، فيما نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن وزارة الدفاع أن 2000 عنصر يتوجهون إلى المنطقة في هذا الإطار. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.